لكن الفول كقيمه غذائيه تحفه وطعم زي ما كمان كان فعلا مختلف اللي هو مدمس في البيت انت او سواء معمول في القدره او مسلوق في حله بالظبط. بس انت هتقدري بقى تحطي عليه كل البهارات او كل الحاجات اللي انت محتاجاها بلس انت يعني ضمنتي النظافه حاجه نظيفه عاملاها في البيت والطعم ضمنتي انها حاجه فريش ما فيهاش مواد حافظه ف بلس بقى طبعا القيمه الغذائيه انت عارفه يا جماعه والله العظيم زي نرجع يعني نرجع كده نرجع لايام زمان واجدادنا والاكلات اللي كانوا بيعملوها الاكلات البيتي الجميله زي مثلا الفول والحاجات الحلوه والويكه والملوخيه الخشق الخضراء ونعمل كمان الملوخيه الناشفه ونفتكر كمان الحاجات الحلوه دي قد ايه كانت بتمدنا بالطاقه وكانت ليها قيمه وفوائد عاليه جدا جدا. هاخدك بقى في قصه البصاره اللي احنا كنا بنتكلم عليها قبل الحلقه. البصاره اكله تقيله بس يعني اجدادنا كلها كان دايما بيعملوها كده يوم الخميس او الجمعه مع بتنجان، كانت اكله كده معتاده في اي بيت من عند طبعا اجدادنا اكيد انتوا طبعا عارفين انا بقول ايه، ويحمروا بتنجان مقلي جنبيها ويحطوا عليه توم والحاجات الحلوه دي. هل بقى البصاره دي شايفه انها اكله تقيله على المعده وازاي شايفه برضو انها ممكن يكون ليها اضرار وكمان يكون ليها فوائد؟ اوكي، البصاره هي بالنسبه لي وجبه قيمه جدا ووجبه متكامله، يعني انت مش محتاجه تاكلي حاجه تاني جنبها. هي عباره عن فول وعباره عن خضار فانت عندك كل فوائد. طب قولي لي كده المكونات بتاعها، يعني هي الفول انا عارفه ان هي زي الكشك شويه بس هي بتبقى فول فيها ايه عشان يبقى لها الخضار ده؟ كل الخضروات الورقيه الداكنه، الكزبره بقى والبقدونس والشبت في المحشي كزبره وشبت وبقدونس والكلام ده. يس وفول مدشوش وبصل طبعا وبيضربوا كلهم مع بعض بالظبط. فهي طبعا انت بتاخدي كل الميزه بتاعه الفول وكل الميزه بتاعه الخضروات طبعا الخضار. بتحسن جدا من اداء الجهاز الهضمي بتظبط. بس هي برضو الفول ده ممكن لو كترنا منه اضراره بقى اللي انا بتكلم عليه النهارده القولون طبعا عشان الهضم ناس كتير قوي ما بقتش تستحمل الحاجات القويه قوي عشان القشره بتاعته. ما هو دي ميزه يعني احنا الفول بياخد وقت عشان يتهضم عشان كده هو وجبه رئيسيه في سحور رمضان طبعا ان بيسد شويه كتير يعني. بس مشكلته فعلا انه مع كتر تناوله ما ينفعش المرضى مثلا قولون العصبي او اللي عندهم اي مشاكل في القولون ما ينفعش ان هم يتناولوا الفول بشكل دائم. طيب هنروح بقى لاكله جميله جدا انا بحبها جدا 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 في الشتاء وهي القلقاس. السلق بقى اللي بيتحط فيها وان هي مثلا طبعا القلقاس ليه فوائد كبيره جدا جدا وفعلا فوائد مهمه كمان لكل الاطفال، لكن انا بتكلم بقى عن السلق. في ناس بتعمله محمر شويه وفي ناس بتعمله غامق جدا وبتحط فيه سلق كتير وبتحمره كتير عشان يديني الغمقان الحلو بتاع القلقاس ده. قولي لي ايه الفوائد هنا وايه الاضرار برضو بتاعت الاكله دي؟ بصي، القلقاس من الاكلات المفيده جدا لانه بيحتوي على الكربوهيدراتس المعقده، ودي نوع من الكربوهيدراتس بتبقى حلوه في تظبيط مستوى السكر، فبالتالي سواء لمريض السكر او للشخص العادي هي وجبه مفيده جدا. السلق، انا السلق طبعا انا برشحه ان هو يتعمل بالطريقه دي لان انا بحبه جدا. اللي هي الغامق صح؟ بالظبط انا بحب الغامق ده جدا اللي بيبقى غامق قوي ومامتي بتعمله حلو جدا جدا، بس بتسوي بقى القلقاس قوي لان في ناس بيعملوا القلقاس ده برده ما بيستويش على طول. بصي، هو اهم حاجه ان احنا نتخلص من الماده اللزجه اللي فيه عشان في كان ديبيت شويه انه الناس تقول لا نسيبه كده وناس تقول لا يتغسل. لا، هو يتغسل ليه؟ علشان الماده دي فيها اوكزاليتس او املاح الاوكزاليتس، ودي ممكن تساعد على تكوين حصوات لحد ما بيشربش ميه كتير او مريض قصور كلوي. فالافضل ان هو يتغسل والافضل ان هو يتعمل بالسلق. طبعا يعني الطماطم ما عنديش فيها مشكله ان هو يتعمل بيها، بس هو كقيمه غذائيه احسن بالخضره اللي هي السلق يعني. جميل. طبعا المصريين دايما ما بيغلبوش ودايما بيحولوا كده الحاجه لحاجه. الكشك كلنا متعودين عليه لما بنقعد ناكله، كان الفول اللي هو بيتعمل زمان ما بيعملوه من زمان، وفي الصعيد بيعملوا الكشك اللي احنا كلنا عارفينه بيعملوه بالفول، يبقى الطبق الكشك كده جميل ويرشوا عليه ايه التقليه الحلوه دي بتاعت وش الطبق اللي هو بتاع الكشك. دلوقتي بقى المصريين حرفوا في نوع الكشك بقى يعملوه برز ولبن. القصه دي ايه وهل ده صحي او بيبقى الطعم حلو زي الكشك بتاع زمان اللي هو بيتعمل بالفول، ولا دي ده اكله ودي اكله هما الاثنين بيقولوا عليه كشك؟ بصي، لا طبعا ده مختلف عن ده تماما يعني. انا بس في ناس يقول لك اصل انا عامله كشك تحفه بس انا عاملاه بايه؟ اصل انا عاملاه برز، وانا اللي عارفاه ان الكشك ده طول عمره بيتعمل بالفول. هو طول عمره بيتعمل بالبرغل مش بالفول واللبن وكده.
لا يجايز يكون في نوع اتعمل مثلا مخضر شويه كده زي بيستاج. لا التاني بيبقى لونه اصفر اللي هو اللي بالبرغل ده بيبقى لونه اصفر وبيبقى ملحه زايد شويه. هو مشكلته ده اسمه الكشك الصعيدي ده مشكلته هو حلو جدا, جداً وقيم جدا بياخد وقت كتير جدا بس مشكلته ان هو الصوديوم بتاعه عالي جدا فبالتالي بنخاف على مرضى الضغط منه. اللي بالرز ده بقى ده برضو لطيف جدا ومكوناته كلها طبعا عاليه جدا بالبروتين الالبان. الرز هيبقى برضو كويس جدا فهو مفيد بس هو مش ده الكشك الحقيقي يعني ده بقى بنضحك على الناس يعني عاملين ضحكه كده على الناس وبنهزر كده في طبق الكشك. انما الكشك الصعيدي هو اللي انا قلت لك عليه ده اللي هو الكشك اللي بالبرغل. بالظبط البرغل دي اكله تركي زي الرز تقديم الرز عندنا في اي طبق رئيسي هما بيحطوا البرغل كده وطعمه جميل جدا 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 جدا. قولي لي فعلا احنا لما نيجي ندخل البرغل ده في الكشك او مثلا ما نعمله طبق رئيسي زي فكره البليله او اللي هي الفكره بتاعه اللي بيحطوه في الحمام الفريك مثلا دي حاجه حلوه جدا جدا والمفروض ان احنا برضو نغير من اكلاتنا او نحط الرز الطبق الرئيسي نغير ونحط مثلا البرغل او نعمله بشكل تاني او نعمل فريك او كده. قولي لي القيمه الغذائيه للبرغل هنا ايه وهل هو بيستخدم بس في الكشك ولا ليه استخدامات تانية؟ لا طبعا بيستخدم في حاجات تانية بيستخدم زي في الكوبيبة واحنا ممكن ندخله في اي حاجة على فكرة. هو برضو من الحبوب الكاملة زي الفريك دي ياريت ياريت ان احنا نقدر نستخدمه وياريت ان يعني مش ناس كتير اصلا بتحبه للاسف يعني بس هو طبعا مفيد جدا. انا ما كنتش اعرفه على فكره غير لما بسافر تركيا على طول فده زي الرز عندنا بيتقدم مع اي مين كده كده فده الاساسي بتاعهم زي المكرونه والرز هو ده البرغل دي حاجه اساسيه بيعملوه زي بصلصه خفيف كده طعمه يجنن الحقيقه. دي حقيقه هو جميل جدا وحتى لو اتعمل في كوبيبه او اتعمل الفريك كمان الفريك طبعا تحفه ده منسي للاسف تماما احنا ما بنستخدمهوش مش عارف يعني المصريين تقريبا نسيوه او حاجه كده مع انه جار عليه الزمن جدا يعني جداً. هو ايه فكره الحبه الكامله الحبوب الكامله دي ما بترفعش السكر في الدم فبالتالي فيها قيمه غذائيه عاليه وما بترفعش نسب السكر في الدم. بالظبط كده فاولا ما تحسسش بالجوع تخليكي ساتفايد لوقت طويل جدا مش حاسه ان انت جعانه وفي نفس الوقت هي مفيده ما رفعتش يعني مريض السكر انا دايما بنصحه انه يخلي دايما في سيرفينج في يومه حبوب كامله ايا كانت بقى شوفان بليله برغل فريك اي حاجه. دكتورة نرمين نبيل استشاري التغذية العلاجية بجد أنا بشكرك جدا 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 وكانت حلقة فعلا جميلة مميزة ومختلفة عن أي حلقات تانية إن شاء الله تنورينا في حلقات تانية. زي ما أنتوا شايفين أو سمعتوا النهاردة ياريت كده نرجع بذكرياتنا الحلوة الأيام زمان وأجدادنا والطبلية اللي كلنا اتربينا عليها ونرجع نعمل الأكلات الحلوة اللي احنا كلنا نسيناها زي الكشك وزي السبانخ وزي القلقاس وحاجات تانية كتير جدا جدا والبصارة. فالأكلات دي طبعا بتمدنا بالطاقة وفي فيها قيمات غذائية عالية جدا فياريت إن احنا نرجع بزمان كده ونعمل كل الأكلات الحلوة دي. مشاهدينا كده فقرتنا انتهت ولكن لسه مكملين نروح لفاصل قصير ونرجع تاني استنوا. لو ما كانتش الشبكة دي اتطورت بالطريقة دي كانت الدولة دي هتمشي ازاي؟ كل ما الفكرة كانت عايزة جهد وعايزة مواجهة حقيقية حتى تستطيع الدولة أن تجابه مستقبلها وتجابه الأمال اللي هي بتعملها.